السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور طلعت يحيى، طب استشاري الأطفال. إذا ما قررنا في هذا رمضان إن شاء الله أن يصوم طفلي هذا العام، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك. يجب عدم إجبار الطفل على الصيام، بل تحفيزه على الصيام من خلال تعليمه فضل الصيام، تأهيله نفسيا من خلال حديث الوالدين عن صيام وعن اقتراب شهر رمضان. لا مانع من إفطار الطفل إذا شعر بالجهد أو التعب. التأكد من خلو الطفل من بعض الأمراض التي قد تتعارض مع الصوم كالسكري، ولا يمنع من عمل بعض التحليلات المخبرية للتأكد من سلامة الطفل. يجب التدرج في الصيام، يعني بمعنى أن نصوم عدد ساعات معينة، مثلا من العصر إلى المغرب. ممكن إذا تحمل هذه الفترة أن نصوم من الظهر إلى المغرب، وبذلك نكون حرصنا أن نقدم للطفل وجبة الإفطار في الصباح الباكر لما لها من قيمة غذائية. يجب متابعة الطفل بعد الصوم، في حال شعر بالجهد أو شعر بالتعب يمكن أن لا يكمل هذا اليوم. أخيرا قاعدة لا سحور لا صيام، يجب أن نحرص على وجبة السحور وأن تكون في وقت متأخر حتى تعين الطفل على الصيام. وكل عام وأنتم بخير، نرعاكم كأهالينا.